السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي الصناعي. نعم، ده نشرح يونت 2 بعنوان Procedures أو الإجراءات. المكيف في Lesson 1 و 2 Procedures الإجراءات Plug قابس كهرباء Pair Wires الأسلاك العارية Repair يصلح Open يفتح Pull Out يسحب للخارج أو يخلع Switch On يشغل الجهاز Switch Off يغلق الجهاز Put On يرتدي Take Off يخلع Tab Recorder جهاز تسجيل Take Not Off يخلع. وطبعا النقط دي بيبقى مكانها المفعول الحاجة اللي هتنخلع يعني. Mains تيار كهربي Safety Goggles نظارات واقية Operate يشغل Drilling Machine آلة المثقاب أو اللي هو الشنيور يعني Brakes فرامل Pick Up يلتقط Power تيار كهربي Electric Drill شنيور كهربي Dangerous خطير Important مهم First أولا Then ثم Before قبل After بعد Until حتى Alright حسنا So منشار Drill Bit بنطة شنيور Vice منجلة هول ثقب أو حفرة مارك علامة جوز فكين تشك ظرف بليت لوح دريل شنيور انسرت يدخل بلانك لوح خشب تشيسل ينحت بالأزميل لاين خط مارك يضع علامة سيف آمن أنسيف غير آمن باسورد كلمة المرور لور يخفض كيرفولي بعناية أوفر فوق أندر تحت floor أرضية spell checker مدقق إملائي make sure يتأكد الجرامر في lesson 1 و 2 إزاي أستخدم جملة تعبر لي عن ترتيب التعليمات إزاي أدي تعليمات لحد علشان أدي تعليمات فأنا محتاج إن أنا أرتب الجملة بتاعتي إيه اللي هيحصل الأول وبعدين اللي بعد كده وبعدين اللي بعده فأنا هحتاج روابط للترتيب إيه هي الروابط اللي أنا هستخدمها مثلا عندي كلمة first عندي كلمة then first هيجي بعدها الجملة الأولانية اللي أنا بوجهها للشخص إن هو يعمل حاجة معينة وبعدين then اللي هي ثم يبقى first pull on the plug معناها أولا اسحب الفيشة then open the computer وبعدين افتح إيه الكمبيوتر يبقى first و then جملتين أو كلمتين بربط هدفهم إن أنا أرتب الأحداث أو التعليمات اللي عندي. تاني طريقة ممكن أستخدم كلمة after after معناها بعد أداة ربط معناها بعد تربط لي جملتين بيجي قبلها الحدث التاني وبعدها الحدث الأولاني الحدث التاني بيبقى على هيئة جملة أمرية وبعدين الحدث الأولاني بيكون على هيئة مضارع تام. يعني مثلا لو أنا عايز أقول افتح الكمبيوتر بعد ما تكون سحبت الفيشة فهقول افتح الكمبيوتر طبعا على هيئة فعل أمر open the computer after بعد you have pulled out the plug بعد ما تكون ايه سحبت الفيشة طبعا لازم اجيبها هنا في صيغة مضارع تام وهناخد شكل المضارع التام عامل ازاي. يا اما طريقة تانية ان انا استخدم اداة الربط until until معناها حتى بيكون قبلها جملة امر منفية وبعدها جملة المضارع التام نفس الكلام بيكون حدث تاني وبعدين حدث اول معناه مثلا ان اقول له ايه ما تفتحش الكمبيوتر الا لما او حتى تسحب الفيشة من القابس ما تعملش كده الا لما تكون عملت كذا يعني ما تعملش كده ده الحدث الاول الثاني وبعدين الا لما تكون عملت كده يبقى ده الحاجه الحدث القديم يبقى في خطوه قبلها المفروض كنت عملها فاقول مثلا dont open the computer ما تفتحش ايه الكمبيوتر يبقى هو عطت له اسلوب نهي until you have pulled out the plug برضو مضارع تام. الناس بقى اللي مش عارفه المضارع التام بيتكون من ايه وانا هنا اخده تكوين المضارع التام. المضارع التام بيتكون لي من verb to have اللي هو have و has في المضارع بس بعدي التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل او البي بي ده كده شكله. طيب يبقى احنا كده خدنا طريقتين يا اما فيرست وزن يا اما سوري ثلاث طرق فيرست وزن او اداه الربط افتر او اداه الربط انتل وعرفنا كل واحده بيجي معاهم شكل الافعال عامل ازاي. عندي الطريقه اللي بعد كده ممكن استخدم بيفور اللي هي معناها قبل بيفور عكس افتر فاللي كان بيجي مع افتر عكس اللي يجي مع بيفور بيكون قبل بيفور جملة أمرية اللي هي الحدث الأول بقى مش الحدث التاني الحاجة اللي المفروض تحصل الأول بعد بيفور هيجي الحدث التاني بس على هيئة مضارع بسيط مش مضارع تاني. أقول مثلا
pull out the plug before you open the computer. يبقى اسحب الفيشة قبل ما تفتح الكمبيوتر. ده كده نفس المعنى اللي احنا كنا وصلينه بالطرق اللي فاتت. أمثلة على كده بقى: don't touch that bare wire until you have switched off the electricity. استخدمت هنا أداة الربط until، فبالتالي هجيب الجملة اللي قبلها منفية: don't touch، ما تمسكش أو ما تلمسش السلك العريان لحد ما تكون قفلت إيه الكهرباء. أهو قبلها أمر منفي وبعدها مضارع تاني. الحدث الأولاني، حدث التاني قبلها، وبعدين الحدث الأولاني بعدها على هيئة مضارع تاني. تاني مثال: chisel the plank of wood after you have sharpened the chisel. يعني نعم الخشب بالأزميل، انحته بالأزميل بعد ما تكون سنيت الأزميل نفسه وخليته يكون حامي. Don't drive the car until you have put petrol in the petrol tank. ما تسوقش العربية إلا لما تكون مليت الخزان بتاع البنزين أو الوقود. Cut the plank with the saw after you have marked the line on the wood. تقطع اللوح الخشب بالمنشار بعد ما تكون حطيت علامة على الخط اللي انت عايز تقطعه في الخشب. يبقى قبليه جه هو حدث تاني في شكل أمر، وبعدين الحدث الأولاني على شكل مضارع تاني. هنا don't cut the wire until you have removed the plug from the electric socket. ما تقطعش السلك إلا لما تكون شلت الفيشة من القابس. Break the stone with the hammer after you have put your safety goggles on. اكسر الطوب بالشاكوش بعد ما تكون لبست نظارة الأمان. Lesson 3 و 4 الفوكاب بتاعه: notice يلاحظ، employee موظف، follow يتبع، notebook computer كمبيوتر المحمول، display cover غطاء الشاشة، adapter أو adapter اللي هو قابس متعدد المآخذ اللي هو المشترك يعني، connect يصل، power outlet مخرج التيار، username اسم المستخدم، bank اللي هو البنك، completely تماما، traffic lights إشارات المرور، station محطة، post office مكتب بريد، museum متحف، police station مركز شرطة، instructions تعليمات، موسك اللي هو الجامع، باسورد كلمة مرور، مانجر مدير، بروجرام برنامج، سيف فايلز يحفظ الملفات، كي ان يضرب على لوحة المفاتيح، كليك ينقر على الفارة، كلوز يغلق برنامج، شوت داون يغلق الجهاز، كام اوت اوف يخرج من، تيرن رايت اتجه يمين، تيرن ليفت يتجه شمال، جو ستريت اهيد يعني استمر في السير للامام، اون ذا رايت على اليمين، اون ذا ليفت على اليسار. كل الاتجاهات دي هنستخدمها لما اجي اوصف لحد عنوان معين بيسالني عليه. First اولا، second ثانيه. طيب دلوقتي هنتعلم التعليمات اللي المفروض اوجهها لما اجي افتح جهاز كمبيوتر معين. Procedures for switching on the computer. ايه الاجراءات اللي المفروض اعملها لما اجي افتح كمبيوتر؟ اول حاجه connect the adapter to the computer، هوصل المشترك للكمبيوتر. بعدين connect the adapter to a power outlet، اوصل المشترك بتيار كهربي. open the display cover، وبعدين هشيل الغطاء بتاع الشاشه. press the power switch on، وبعدين هدوس على زرار الطاقه او اللي هو زرار التشغيل بتاع الكمبيوتر. key in your username and password، وبعدين هتدخل اسم المستخدم والباسورد اللي هو كلمه المرور. بعدين click ok، هتدوس على ok. بعدين open the program، هتفتح البرنامج اللي انت عاوزه. بعدين start working، تبدأ الشغل اللي انت هتعمله. طيب عند بقى switching off computer، لما اجي اقفل الجهاز ده ايه البروسيجرز اللي المفروض اعملها؟ اول حاجة save your work، هسيف العمل بتاعي او الشغل اللي انا عملته احفظه. تاني حاجة close the program، هقفل البرنامج. switch off the power، هنفصل الكهرباء. بعدين close the display cover، بعدين هغطي الشاشة بتاعتي بالغطاء بتاعها. ازاي بقى اعرف اسأل عن طريق مكان معين؟ عايز اسأل عن ادريس او عنوان معين، ايه الجمل اللي ممكن استخدمها؟ لما هسأل عن مكان يبقى هستخدم اداة الاستفهام وير. ممكن اقول وير از، وبعدين اسم المكان اللي بسأل عنيه، بعدين بليز. ممكن اقول وير از ذا بانك بليز، وير از ذا وركشوب بليز، فين الورشة، فين البنك، وير از ذا هوسبيتال بليز، فين المستشفى. However يعني أي حاجة أنا بسأل عنها. ممكن طريقة تانية اللي هي how do I get to. how do I get to معناها إزاي أوصل. to the bank please، إزاي أوصل للبنك. to the hospital زي ما اتفقنا المكان اللي أنا بحدده.
تالت طريقة ممكن تبقى مهذبة بشكل أكبر، تبقى could you tell me the way to the not، ممكن تقول لي الطريق اللي امشي اللي اروح بيها المكان الفلاني، وتبقى في الاخر برضو كلمة please. طيب ده كده لو كنت بسأل عن المكان. طب لو انا بقى اللي عاوز ادي الاتجاهات او اوصف عنوان معين، بقى توجه لنا السؤال وانا اللي عايز اوصف المكان. طبعا هستخدم الاتجاهات اللي احنا قلنا عليها في الجدول اللي فات، هقول له بقى مثلا امشي شمال، امشي يمين، امشي ستريت على طول وهكذا. ممكن اقول له come out of the station and turn right، اخرج من المحطة وامشي يمين. ممكن اقول له طريقة تانية go straight ahead at the traffic lights، امشي للامام عند اشارات المرور. take the second road on the left after the post office، خد تاني طريق على اليسار بعد مكتب البريد. turn right at the traffic lights، اتجه يمينا عند اشارات المرور. او the museum is on your left، المتحف على اليسار. طبعا الميوزيوم ده كمثال، ممكن اقول بتكلم عن اي حاجه هو بيسالني عليها، the museum، the bank، the workshop، ايا كان. يبقى اختار اي حاجه من دول اقدر احفظها واستخدمها في الديالوج لما حد يسالني عن عنوان معين. الاكسرسايز اول سؤال عن السيتويشن بيقول لي could you tell me the way to the hospital please، ده واحد بقى هو اللي بيسالني، اهو بيسالني عن طريق المستشفى. فالبوليس مان المفروض هو اللي يجاوب عليه الشرطي، المفروض بقى تقول له انت طريقه، يا اما go straight ahead at the traffic lights، هتمشي على طول في طريق اشارات المرور، ولا تقول له is it very big، كبير جدا، ولا it helps sick people، ده بيساعد الناس المرضى. هو مش بيسالني دلوقتي عن وظيفه المستشفى، هو بيسالني هي فين، فاقول له go straight ahead at the traffic lights. تاني حاجه الاجابه بتاعته بيقول لي neither yes I am thank you very much، ايوه شكرا جدا ليك. طيب ده يبقى سؤال بهل. الاجابات بتاعتي مكتوب would you like to come to the party، are you free to come to the party، will you come to the party، كلهم نفس المعنى، دعوات انك تحضر الحفله بتاعتي. بس نعرف منين اجاوب اني واحده؟ حاجه بسيطه جدا من الاجابه، هو مجاوب ايه؟ قال لي yes I am. مدام مجاوب I am يبقى السؤال كان ب verb to be. هل will دي verb to be؟ لا، مفيش غير are، يبقى هو سأل are you، عشان كده هو جاب فوق yes I am. تالت سؤال بيقول لي the trainer is giving علي instructions، المدرب بيدي لعلي توجيهات. فالترينر بيقول لي see that the strap is tight، شوف اذا كان الحزام مربوط ولا لا. انا اقول له yes it's tight، ولا yes they are tight، ولا no they are loose. هو هنا كلهم معنى واحد بس يفرق في المفرد والجمع، انا اشوف هنا هو السؤال كان مفرد ولا جمع واقدر اجاوب على اساسه. هو قال لي هنا is tight، يبقى كان بيسال عن حزام واحد بس، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى بالمفرد برضه، فاقول yes it's tight. بعدين الديالوج صلاح bought a new bicycle، صلاح اشترى دراجه جديده. فاحمد بيسال سؤال، فصلاح قال له this is a bicycle، دي دراجه. احمد قال له what is it made of، دي مصنوعه من ايه، فصلاح جاوب عليه. بعدين احمد قال له سؤال، فصلاح قال له because steel is hard، دي فايدة ان انا اقرا ديالوج كامل علشان اقدر اكون منه معلومات علشان احط الاجابة بتاعتي مظبوطة. هرجع بقى من الاول، احمد بيسأله سؤال فقال له this is a bicycle، ده بيقوله دي دراجة، يبقى هو كان بيسأله هو ايه ده، ايه اللي معي، هيقول له what is this، ايه ده. بعدين احمد قال له what is it made of، دي مصنوعة من ايه. طبعا احنا تحت يعني انا ما اقدرش اقول اجابة من عندي غير لما اكون رجعت الديالوج كامل، تحت قال له because steel is hard، لان الصلب متين، يبقى هو الماده الخام اللي اتصنع منها انها متينه، ما ينفعش انا بقى هو ايه اللي تحت ستيل وانا استخدم فوق بلاستيك مثلا، هقول له نفس الماده الخام اللي قايلها لي، فاقول له اتس ميد اوف ستيل، مصنوعه من الصلب. فتحت قال له بيكوز، مدام جاوب بيكوز لان، يبقى هو بيساله بلماذا واي، فاقول له واي از ات ميد اوف ستيل، ليه مصنوعه من الصلب، قال له لان الصلب متين. ثالث سؤال هنملا الفراغات دي بالوردز اللي موجوده قدامي. الكلمات اللي معايا مكتوب بولد اللي هو سحب، جوجلز اللي هي نظارات، تانك خزان، كليك ينقر، ادابتر اللي هو المشترك. اول سؤال بيقول لي I connect the not to the computer to switch it on، وصلت ايه بالكمبيوتر علشان اشغله، اكيد وصلته بالمشترك ادابتر. تاني سؤال don't drive the car until you have put petrol in the petrol not، ما تشغلش العربيه، المثال ده احنا لسه قارينه، ما تسوقش العربية إلا لما تكون مليت خزان الوقود بإيه؟ بالوقود، يبقى tank كلمة خزان. break the stone after you have put your safety knot on،
تكسر الحجاره بعد ما تكون لبست ايه بتاعه الامان، لبست الجوجلز برضو المثال ده لسه قاريين. open the computer after you have knocked out the plug، افتح الكمبيوتر بعد ما تكون عملت ايه في الفيشه، سحبتها. كلها امثله من اللي احنا شرحناها، وناخد بالنا ان الامتحان برضو بيجي من نفس يعني امثله الشرح، مش بيخرج عن كده. ايرمين رايت اول سؤال بيقول لي first pull out the plug then open the computer، اولا اسحب الفيشه وبعدين افتح الكمبيوتر. هنا عاوزني استخدم until، يعني عايزني اكتب الجمله دي بنفس الطريقه بطريقه تانية اللي تخليني ايه ادي نفس المعنى. الاربع طرق اللي احنا خدناهم في الاول بادوات الربط جايب لي until. until كان بيجي قبلها الحدث الاولاني منفي او الحدث الثاني منفي على صيغه امر، وبعدين الحدث اللي بعديها على شكل مضارع تام. يبقى انا هقولها ازاي؟ الحدث الثاني اللي هو انهي؟ open the computer، افتح الكمبيوتر. يبقى اقول لي don't open the computer، ما تفتحش الكمبيوتر until you have pulled out the plug او you pull out the plug، يا اما كده يا اما كده. بعدين how do I get to the bank please، دي طريقه من الطرق اللي بسال بيها عن عنوان معين، ازاي اقدر اوصل للبنك، وجايب لي كود. عايز استخدم طريقه ثانيه يعني عشان اسال عن العنوان، فاقول could you tell me the way to the bank، ممكن تقول لي الطريق للبنك ازاي بس. بعدين قال لي cut the wood after you have marked the line on the wood، برضو زي الجملة الأولانية عاوزني أستخدم طريقة تانية بحيث أن أنا أوجه تعليمات. فجيب لي before، before بيجي قبلها الحدث الأولاني وبعدين الحدث الثاني على شكل مضارع بسيط. يبقى أقول إيه mark the line on the wood، اعمل علامة على الخشب before you cut it، قبل ما تقطع. هنا جايب لي don't touch that bare wire، ما تلمسش السلك العريان، وجايب لي mustn't. mustn't طبعا بوجه بيها اسلوب نهي على النصيحة، يعني ما تعملش حاجة معينة. يبقى أنا أستخدمها مع الفاعل، لازم يبقى في فاعل قبلها، يبقى you mustn't. you mustn't touch that bare wire، برضه يجي بعدها الفعل في المصدر زي don't. the translation أول حاجة بيقولي can you connect the adapter to a power outlet please، ده كده سؤال، هل من الممكن أنك توصل المشترك، هل يمكن توصيلك للمشترك بمخرج التيار من فضلك. don't switch on the drilling machine until you put on your goggles، ما تفتحش او ما تشغلش آلة الحفر حتى ترتدي نظارات. بعدين هنترجم من عربي الانجليش، هل تستطيع ان تخبرني الطريق الى البنك؟ طبعا احنا اخدناها اساسا في الشرح، ممكن اقولها باي طريقة من اللي احنا تعلمناهم. ممكن اقول له could you tell me the way to the bank please، واي طريقة من اللي انا حفظته. بعدين اللي choose اول حاجة بيقولي you not the key anti clockwise to close the door، انت هتعمل ايه في المفتاح بعكس عقارب الساعة عشان تقفل الباب؟ مفروض ان انا هلف المفتاح، يبقى rotate، لف المفتاح عكس عقارب الساعة عشان تقفل الباب. we can break the stone with a knot، اقدر اكسر الحجر عن طريق ايه؟ عن طريق الشاكوش اللي هو الهامر. put the wood in a knot before you chisel it، حط الخشب في ايه قبل ما تنحطه بالإزميل، هحطه في الفايس اللي هي المنجلة. go straight ahead at the knot lights، امشي على طول باتجاه ايه الإشارات المرور اللي هي traffic lights. we use the knot to stop the car، نستخدم ايه علشان اوقف العربية؟ بستخدم اللي هي البريكس الفرامل. كده نكون خلصنا يونت النهاردة، اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا، واستنونا في باقي الفيديوهات ان شاء الله.